تدخل هذه الندوة في إطار انفتاح الجامعة على محيطها الجهوي. وقد سبق لكلية الأدب والعلوم الإنسانية بالرباط أن قامت بندوتين في 2016 حول الموروث الثقافي والكيرولوجي في ديال سجل ماسا. أظن أن هذا من واجب الجامعة أن تنفتح على محيطها والخروج من بين الأسوار الجامعية. هذه الندوة سوف تتطرق إلى عدة قضايا، من بينها قضية مهمة وهي قضية الواحة كفضاء الذي يعيش فيه ويشتغل فيه ويعيش منه شريحة مهمة من المجتمع المغربي، لهذا يجب المحافظة على هذا الفضاء من ناحية الإيكولوجية، من ناحية التنوع الإيكولوجي، من ناحية العناية بالأشجار، أشجار النخيل، من بعض الأمراض التي تتعرض إليها من وقت لآخر. وكما تعلمون الواحة تعيش من الماء. الماء شيء مهم وشيء مهم جدا في بيئة يعني صحراوية أو شبه صحراوية، حيث تتميز هذه المنطقة وهذه المناطق بندرة الماء. لذا أنا أظن بأنه يجب علينا أن تكون السياسة على الصعيد الوطني، ليست فقط في هذه المناطق، سياسة يعني تدبير الماء والمحافظة على الماء في هذه المناطق. ولقد اقترحت كذلك أن تدخل هذه المقاربة، مقاربة تدبير الماء، يعني في تكوين التلاميذ والطلبة، وأن تكون هناك حملة تحسيسية حتى في وسائل الإعلام وفي المواقع الإلكترونية وفي الراديو وفي التلفزيون إلى غير ذلك، لأن نحن نعيش أزمة ليست على الصعيد الوطني فقط ولكن حتى على الصعيد الدولي. والمغرب يعني عنده واحد الميزة اللي كتجعله أنه تكون عنده واحد نوع من الاستقلالية من ناحية ديال الماء، لأن جميع الموارد المائية هي تأتي من جبال مغربية، عكس ما يقع في بعض الدول في العالم التي تأتي الموارد المائية من دول أخرى، مما يجعل هذه الدول يعني تكون يعني لا تعيش هذه الاستقلالية المائية. الجامعة وهو ما نقوم به اليوم تخرج من أسوارها، تأتي إلى الجهات، تستمع إلى الساكنة، تستمع إلى الباحثين في هذه المناطق، وهذا يدخل بطبيعة الحال في سياسة الجهوية التي نهجها المغرب منذ بضعة سنوات. الجامعة يمكن لها أن تقوم ببحوث في هذه الميادين حول الماء، حول البيئة، حول الأشجار، حول النخيل إلى غير ذلك. ما هو دور الجامعة في هذا الميدان؟ الجامعة دورها أن تكون يعني أن تقدم النصيحة، أن تقدم نتائج الأبحاث التي تقوم بها، ولكن المسؤولون عليهم كذلك أن ينصتوا وأن لهذه التوصيات والتقارير التي سوف تخرج منها يعني الندوات بصفة عامة وهذه الندوة بالذات. هذه الندوة اللي قمنا بها مثلا في 2016 قمت بها كلية الأدب والعلوم الإنسانية بالرباط، ولكن مع لينساب يعني المعهد الآثار والتراث، واشتغلنا على سجل ماسا يعني، وكانت هناك حفريات وهناك اشتغال على المدينة القديمة وبالرسوبات، لأنك سجل ماسا فيها على الأقل واحد جوج طبقات مدينة بنيت فوق مدينة أخرى، واشتغلنا كذلك على تاريخ سجل ماسا وكيف كانت سجل ماسا وهذه المنطقة يعني منطقة محورية وطريق للعابر بالنسبة للمواد الأولية والمواد
الغذائية. يعني هذه المنطقة كانت منطقة مهمة جدا ويجب الاعتناء بها، خصوصا وأنها هي صرح الدولة العلوية المجيدة.